خلصت أخبارنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنروح لفقرتنا المرورية وهيكون معانا مراسلنا مينا مكرم عشان يقول لنا أحوال شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير عليك يا مينا. صباح الخير يا ليندا، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولة مرورية جديدة بنبدأها النهاردة في بداية الأسبوع وعودة الأعمال. خليني أقولك أنه لغاية دلوقتي في سيولة مرورية ملحوظة في معظم الطرق اللي احنا تواجدنا فيها ومرينا فيها، واحنا حاليا دلوقتي موجودين على الطريق الدائري باتجاه المرج، وخليني أظهر ليكي الحركة المرورية من خلال حركة الكاميرا اللي هتظهر لينا السيولة المرورية. وزي ما حضراتكم ملاحظين في سيولة مرورية كبيرة في الاتجاهين، سواء اللي جاي من الطريق إسماعيلية صحراوي أو اللي جاي كمان من محور 26 يوليو، في سيولة مرورية ملحوظة. وخليني أقول لك كمان إنه طريق الدائري الحقيقة في الاتجاه دوت بيشهد تطور ملحوظ كبير بعد انتهاء أعمال رفع كفاءته وإعادة رصفه مرة جديدة الشهور اللي فاتت كنا بنشهدها، وعلشان كده في نوعا ما سيولة ملحوظة وكمان جودة عالية جدا في الطريق هيلاحظها كل اللي هيمشي على الطريق الدائري في هذا الاتجاه بسبب أعمال رفع الكفاءة اللي تمت خلال الشهور اللي فاتت. احنا ان شاء الله هنكون بنتابع معاكي ومع مشاهدينا ليندا باقي تفاصيل جولتنا المرورية خلال الساعات المقبلة في صباح الخير يا مصر. عودة ليك يا ليندا مرة تانية. شكرا ليك يا مينا. يعني مشاهدينا كان معانا مينا مكرم من الطريق الدائري اللي بيشهد حاليا سيولة مرورية.